بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومن كان منشغلا يمكنه أن ينصرف مشكورا مأجورا من الله تبارك وتعالى، ومن كان يعني لديه سعة من الوقت فليستمع وليظل مع كتاب الله تبارك وتعالى، عسى أن يتحقق فينا ما وعد به الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. ما زلنا في رحاب سورة الرحمن، ومع صفحة رقم يعني صفحة 534 مع ختام السورة الكريمة وبداية سورة الواقعة. قال الله تبارك وتعالى عن نعيم أهل الجنة: نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال سبحانه: فيهن خيرات حسان، يعني في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى الأخروية، نعيم الجنة. وبالمناسبة نعيم الآخرة يسمى نعيم، أما نعم الدنيا تسمى إيه؟ نعم. الدنيا تسمى نعم، أما ما أعد الله تبارك وتعالى العباد الصالحين في الآخرة فيسمى نعيم. فنسأل الله تبارك وتعالى نعم الدنيا، ونسأل الله عز وجل نعيم الآخرة. فإذا كنت في نعمة فرعها، حافظ على نعم ربنا تبارك وتعالى في الدنيا، واشكر الله عز وجل على نعم الدنيا حتى تحظى بنعيم الآخرة. لا يحافظ على نعم الدنيا ويشكر الله تبارك وتعالى عليها، إن شاء الله جل وعلا يحظى بنعيم الآخرة، ما أعد الله تبارك وتعالى له في الآخرة. نعيم الدنيا هتلاقي ربنا تبارك وتعالى ذكره في الثلث الأول من السورة الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر حسبان، إلى نهاية الآيات، إلى قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. هنا نعيم نعيم الدنيا، ما أنعم الله تبارك وتعالى به على عباد. ثم جاء نعيم الآخرة في الثلث الأخير من السورة الكريم. فالله عز وجل يقول أنه أعد العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هذه النعيم: فيهن خيرات حسان، يعني في الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، يعني حور مستورات في الخيام صونا لهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان، لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يعني متكئين على رفرف، يعني ايه؟ على وسائد ايه؟ مغطاه بأغطية خضر، وسائد مغطاه بأغطية خضر وفرش حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله الكثير عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده تبارك وتعالى. ما المقصود باسم ربنا جل وعلا؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، جت مرتين في السورة الكريمة. في الثلث الأولاني قلنا بعد ذكر نعيم الدنيا قال جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أو ذو الجلال والإكرام بالواو. وفي ختام السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. السورة كلها اسمها سورة إيه؟ سورة الرحمن، وبدأت بإيه؟ بالرحمن.
فجميع السورة هي شرح لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصى يعني من فهمها وفهم ما إيه معناها وعمل بمقتضاها ودعا الله تبارك وتعالى به. يعني أنت بتعرف اسم الله عز وجل الرحمن، بتفهم معناه يعني إيه، وبعدين تعمل بمقتضى هذه الرحمة إن يظهر أثر الرحمة ده عليك، إنك أنت تكون رحمن بالناس، عندك إيه؟ عندك رحمة بجميع الناس. كذلك تدعو الله تبارك وتعالى بهذا الاسم دعاء ثناء ودعاء عباد، الرحمن الرحيم يا رحمن، تدعو الله عز وجل نسألك أن ترحمنا يا رحمن، هذا اسم دعاء إيه؟ تتعبد لله عز وجل باسمه الرحمن. فكأن يعني يفهم من قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك ذي الجلال والإكرام، يعني في إشارة إن اسم الله عز وجل الذي تبارك وكثر خيره وعم خيره وعم نفعه سبحانه جل وعلا هو اسم الرحمن جل جلال. قلنا امبارح نبذة عن اسم الرحمن أنه رحمن الدنيا والآخرة، واسم الرحمن هذا الاسم مفيش حد أبدا يستطيع أن يسمي نفسه به. هل في الخلائق من تسمى باسمه؟ كلا ولا خطرت على الأذان. في واحد مسيلمة الكذاب أراد أنه يسمي نفسه إيه رحمن، ده ممن ادعى النبوة وقال أنه إيه يعني يوحى إليه كما يوحى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سمى نفسه إيه رحمن اليمام، فصار لا يعرف إلا باسم الكذاب، يطلق عليه مسيلمة ليه الكذاب إلى يومنا هذا، تعرفوش إلا باسم إيه مسيلمة الكذاب، صار وصف الكذب ملازم لاسمه مسيلمة، هذا الكذاب الذي ادعى النبوة. سورة الواقعة سورة مكية، يعني نزلت في مكة المكرمة، عدد آياتها 96، ملهاش اسم تاني غير هذا الاسم. والواقعة هو اسم من أسماء يوم القيامة، ومناسبة التسمية لأنها اسم من أسماء يوم القيامة، ولأن الله تبارك وتعالى بدأها بقوله إذا وقعت الواقعة. شفت كده لما تكون جالس في محكمة والناس كلها مستنية تسمع الحكم، اللي هيفرق ما بين المجرم أو ما بين الايه المجرم والمجنى عليه، وعايز تشوف الفصل بقى في هذه القضية، والمكان مزدحم جدا والناس كلها منتظرة اللحظة دي، حكمت المحكمة، تلاقي كله قلبه اتشال من مكان، يا ترى هيحكم بايه؟ هيحكم لصالح المجنى عليه أم لصالح الجاني المجرم؟ لكن في الأخرة طبعا مفيش وسائط، مفيش محسوبية، مفيش الكلام ده. يبقى إذا وقعت الواقعة، يبقى الواقعة من أسماء يوم القيامة. موافقة اسم السورة لآخرها أو أول السورة الأخيرة، بدأت بالسورة بذكر منازل الناس يوم القيامة، أصحاب اليمين أصحاب الشمال السابقون إيه السابقون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني من السابقين أو يجعلنا الله عز وجل من أصحاب اليمين، وكان السابقون دولت أعلى منزلة من أصحاب اليمين. وزيك يجي معنا في السورة الكريمة السابقون، ربنا أعده السابقين منهم ثل من الأولين وقليل من الآخرين، للأمم المتأخرة اللي زينا إحنا كده، قليل منهم اللي هيكون منهم من السابقين، يعني يلحق بمنازل الصحابة رضي الله عنه. مقصود السابقون يعني الصحابة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إنما أصحاب اليمين سلته من الأولين وسلته إيه من الآخرين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين بالخيرات. يبقى السورة بدأت بذكر منازل الناس يوم القيامة، وختمت أيضا بذكر منازل الناس يوم القيامة. هتلاقي بقى في ختام السورة الكريمة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يبقى ذلك ترغيبا للعباد في المسارعة في الخير والحرص على أعلى المنازل والدرجات. ومحور السورة الرئيسي منازل العباد يوم القيامة. يبقى أنت تسأل نفسك كده مع كل آية ومع كل منزلة من هذه المنازل التي ذكر الله تبارك وتعالى: يا ترى أنا من مين دلوقتي؟ أعمل إسقاط كده على نفسي، أنا من السابقين ولا أنا من أصحاب اليمين ولا أنا من المكذبين الضالين الكفر الفجرة عافانا الله وإياك. يبقى إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، لا محال، ليس لوقعتها كاذبة، يعني لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا، خافضة رافعة،
يعني خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة. خافضة للكفار الفجار ورفعة لمين؟ ورفعة لأهل الإيمان. إذا رجت الأرض رجا، ده بقى من أهوال يوم الإيه؟ الأيام، يعني إذا حركت الأرض تحريكا عظيما، مثل هذه الآية: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني اللي في بطنها من الأموات اللي ماتوا من سنوات عديدة. وبست الجبال بسة، يعني فتتت الجبال تفتيتا. لذلك مر معنا من الآيات: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وبرضو وتكون الجبال كالعهن الايه؟ كالعهن المنفوش. العهن المنفوش الحاجة كده المنفوشة على الفاضي، طبقتها كده هتلاقي ما فيش حاجة. هكذا تكون الجبال، فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاث. فكانت هباء منبثة يعني فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات له، أو احنا بيكون أشبه بإيه كده؟ شفت لما يكون شعاع شمس نازل كده من الشباك ولا حاجة وتلاقي فيه ذرات، يعني إيه؟ تراب ما تشوفهاش إلا إيه؟ إلا مع شعاع الشمس. هكذا تكون الجبال والله أعلم. وكنتم أزواجا ثلاثة، اسأل نفسك بقى أنت مين في دول؟ وكنتم أصنافا ثلاثة في ذلك اليوم، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمن، يعني أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، ما أعلى وأعظم منزلة هؤلاء. وأصحاب الشمال أو أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، ما أخص وأسوأ منزلتهم. سبحان الله، حتى الله عز وجل قال وأصحاب المشأمة، وتلاقي في آيات تانية هتلاقي برضو ذكر إيه؟ أصحاب الإيه؟ الشمال. يبقى المشأمة لأنهم هؤلاء يعني يكونون في شؤم في هذا الإيه؟ في هذا اليوم. والسابقون السابقون، يعني السابقون بفعل الخيرات في الدنيا، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة. أولئك المقربون، يعني المقربون عند الله جل وعلا، في جنات النعيم، يعني تنعمون بأصناف النعيم. ثلة من الأولين، يعني جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة. هذا تأويل أنه جماعة من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجماعة من الأمم السابقة، يعني المؤمنين اللي كانوا مع الأنبياء والرسل السابقين، زي أتباع سيدنا نوح، أتباع سيدنا لوط من المؤمنين، أتباع سيدنا صالح وهكذا. وفي تأويل تاني: سلة من الأولين، يعني اللي عصروا النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة رضي الله عنهم الذين يعني إيه فتحوا الفتوحات وجاهدوا الجهاد العظيم في سبيل الله تبارك وتعالى، ونالوا الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، ونصروا الدين وأعلوا راية الإسلام. وما دولت هيستووا بالمتأخرين اللي زي حالتنا اللي بيصلوا بالقوة، سبحان الله. فالسابقون السابقون قد يقصد بها الصحابة رضي الله عنهم وارضى. سلة من الآخرين أو قليل من الآخرين، يعني قليل من الناس في آخر الزمان، قليل من الناس في آخر الزمان، ربما تستوي منزلة هؤلاء بالصحابة رضي الله عنهم وارضهم بشدة إخلاصهم لله عز وجل وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، لا يخافون في الله لومة لائم. لكن طبعا يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. على سرر موضونة، يعني على أسرة منسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين، متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم، لا ينظر أحدهم قفا غيره. هذا شكل السرر بتاع الجنة، بتكون ايه؟ متقابلة. ازاي الكلام ده؟ سبحان الله جل وعلا، مش هتستطيع انك انت تتخيل. فيش حد ينظر ويرى قفا الاخر، لا، كل واحد شايف ايه قدامه؟ وجه الايه؟ وجه التاني على اسرة الجنة، متكئين. ثلاث فوائد من الآية الكريمة: رقم واحد، دوام تذكر نعم الله عز وجل وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله سبحانه وتعالى وحسن طاعته. رقم اثنين، انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة. رقم ثلاثة، تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم، مش هستوي اللي هو المجتهد في طاعة الله عز وجل
مش هيتساوى بالمتكاسل وهكذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك قال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا. قال تعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. ودايما بنقول مثلا إيه، واحد مثلا كان مغني طول حياة، أو كانت مثلا ممثلة طول حياة، حتى لو كانت يعني إيه راقصة، وبعدين جت في آخر حياتها وتابت على الله عز وجل، ما لا تحجر يعني رحمة ربنا تبارك وتعالى. قول لي يا بعد عمل ده كله جاي تتوب دلوقتي، لا تستوي المنزلة عند الله جل وعلا. فيعني لا تحجر من اللي هو التزم في الشباب وأقبل على الله عز وجل، وكان الشاب نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى، مش هيستوي باللي هو عمل معاصي كتير وجاي في آخر حياته يتوب. يعني لا يستوي الله عز وجل عشان يطمئن قلوب المؤمنين. قال ذلك سبحانه جل وعلا: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى كلاهما أعدهم الله عز وجل الجنة، لكن الجنة طبعا درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.